السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنصور يا جماعة الفراخ بتاعتنا. الناس اللي متابعة معايا وماشية معايا بيوم بيوم، فان شاء الله النهاردة يعتبر خامس يوم لهم بنصورهم لكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل خلطة جديدة. الناس هتستغرب بتقول يا ام شيماء انت بتبدأي بعد عمر اسبوع، لان احنا في الشتاء يا جماعة هنبدأ يعني بدري شوية، تمام؟ عشان الفرخ معانا عايز تكفية، عايز حاجة يعني تقويه، عايز الفرخ يمشي معانا بسرعة كده، علشان تعرفين ان الجو برد يبقى الفرخ ما شاء الله يعني طالع كده ماسك حيله او شدد حيله. اول حاجة كده يا جماعة يلا سموا الله وعملوا لايك للفيديو. عايزة حبايبي اللي في الفيديو معايا يعملوا كلكم لايكات للفيديو، تمام؟ ونفسي بس اقول لكم حاجة يا جماعة، الناس اللي هي ما بتوصلهاش اشعار، لان في ناس كتير بتقول انا ما بوصلش اشعار، الغي الاشتراك، الغي الاشتراك وارجع اشترك من جديد. نبدا الفيديو. ناس كتير بتقول يا ام شيماء انا ما بوصلنيش الاشعار. ممكن يا جماعه، وفعلا الكلام ده فعلا، انا يعني بنزل فيديوهات ما وفعلا يا جماعه انا بنزل فيديوهات ما بلاقيش عليها مشاهدات كتير، فيا ريت الناس اللي ما بتوصلهاش اشعار تلغي الاشتراك وترجع تشترك من جديد. هيظهر اختيارات، هتختار ايه؟ هتختار الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا هتفعلي الجرس، تمام كده يا جماعه. الوقت هندخل في الحلقه بتاعتنا. معايا الفراخ اللي هي البيضة اللي كنت وريتها لكم، كنت طبعا قلت لكم انا جايبه السعر بكام وقلت لكم على الكلام ده كله. حابه بس يا جماعه اعرفكم حاجه مهمه. كانت في ناس قالت لي انا البط بتاعي بتقول كده، سالت ناس والناس قالت لي ما ينفعش احط البط البلدي مع الفراخ. الكلام ده فعلا صح يا جماعه، بس طول ما هو البط صغير عادي ممكن تحطيه مع الفراخ. لو الفراخ كبرت بقى والبط كبر معاكي ممكن تعزل ده عندي، انما طول ما ده صغير او ده صغير يعني ممكن كده العمر 10 ايام ممكن تعزل ده عندي، لان بيبقى نفس البط اي نعم حامي معاكم. بس يعني انا معايا البطتين دولت مش هيأثروا ولا هيعملوا اي حاجه. الجو برد يا جماعه، ممكن لو انت عندك فراخ ممكن تحطها مع البط عادي، يدفوا بعضهم يعني يدفوا بعضهم وتربوهم مع بعض عادي، يعني مش يعني مفيش فيها اي حاجه ولا هيسيبهم اي حاجه. عند ما البط يبدا يكبر والفراخ تبدا تكبر يعني عندما يوصل عمرهم كده 10 ايام افصلي ده عندي، لان بيبدا بقى النفس بيبقى حامي شويه عن على الفراخ وممكن يتعب الفراخ معاكي، ده ما قلناش فيه حاجه. انما طول ما هو صغير ممكن تحطوه مع بعض عادي. انا حاطه قدامكم يا جماعه البطتين، وحاطه فراخ بلدي مع فراخ ابيض، بس طبعا مش هسيب الابيض مع البلدي على طول، لا هو بس عشان وقت البرد اللي هي الايام دي ما يموتوش مني. انا حاطتهم في المكان اللي شايفينه دوت، وفرشه الفرشه اهيت باكدنا يا جماعه، كل ما الفرشه تتبل او تتسخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله، والفرخ طول ما هو دافي ونايم لا هيتعب ولا هيسيبوا اي حاجه. طالما الفرخ مش بردان، واللمبه كبيره اهي يا جماعه، ده لمبه 100 انا موصلاها اهي قدامكم، استنى مايلها بس الجنب شويه. في شوية سمان يعني هيجي حوالي 20 سمانة كده، ده طبعا لو انا برضو حطيتهم لوحدهم او حطيتهم في مكان لوحدهم ده ممكن يبردوا ويموت، فبالتالي ان انا جبتهم جنب الفراخ هنا على الموج بتاع البرد ده ما تعدي، وان شاء الله هنفصل كل حاجة عن بعض. الناس برضه هتسأل تقول طب ينفع اربي الفراخ السمراء البلدي مع الفراخ البيضاء؟ ممكن، بس لغاية عمر 10 ايام، بعد كده افصل علشان تفوق لي الفراخ ديت وتفوق لي الفراخ ديت، ده تعرف تاخد راحتها ودي تعرف تاخد راحتها. والفرخ الابيض بالذات يا جماعه المفروض ما يتربش مع حاجه تانية. في ناس بتقول انا بربي عادي بقى حسب ما انت متعوده، بس انا فعلا جربته خلاف كده وكده، كمان ما الدكتور قال الاحسن والافضل ان الفرخ الابيض بيتربى لوحده، انما يا جماعه انا فعلا ربيت الساسو مع الابيض بصراحه يعني تربيه لغايه عمر 10 ايام، بعد كده افصلها عن بعض. ودلوقتي يا جماعه ان شاء الله هنبدا الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهارده. هنعمل بس حابه اقول لكم كلمتين. الناس اللي هي بتقول لي ينفع مشيماء اجيب فراخ دلوقتي في الجو ده؟ بلاش يا جماعه، بلاش تجيبوا فراخ دلوقتي، الا لما الموجه دي تعدي ان شاء الله. لو انت حابه تجيبي جيبي بعد كده، يعني استنى اما اليومين دول هما يعدوا وبعد كده اللي عايز يجيب يجيب يا جماعه. بس نصيحه مني خدوا بالكم من البرد. انت حابه تجيبي الفرخ الابيض هاتيه. الفرخ الابيض كويس جدا يا جماعه، هو كويس جدا في الشتاء عن تجربه، يعني مش هقول لكم يعني انا ما جربتش ولا حاجه، لا هو كويس جدا عن تجربه في الشتاء. بس الحل الوحيد ان انت تدفي الفرخ معاكي، طول ما انت مدفيه الفرخ معاكي الفرخ ما شاء الله بيكبر معاكي بسرعه وبيبقى دفيان بياكل وبيبقى كويس جدا. اهم حاجه دف الفرخ. الفرخ في الشتاء بيشيل لحم كويس جدا جدا، طول ما هو يعني قاعد بياكل
ويدفى ويربي لحم ما شاء الله بيفور معاك. في الصيف الفرخ بيبقى يعني ما بيديكش وزن، الامراض بتاعته كتير من حرارة الجو الكلام ده كلته يعني. بس عشان ما اطولش عليكم، اللي حابب يجيب يجيب، بس بعد ما تعدي الموجه بتاعت البرد دي يا جماعه، لان طبعا ما فيش بيت بيستغنى عن الفراخ البيضاء، او على الاقل يعني انها بتيجي سريعه وبتبقى كويسه، بتبقى موجوده في قلب البيت. طبعا يعني اي بيت ما بيحب يعني لازم يكون في خزين فراخ بيضاء، لازم يكون في اي طيور الكلام ده كلته. فالاسرع من الفراخ البلدي والكلام ده كلته ان انت تجيبي يعني حوالي 10 15 فرخه وتربوهم على ايدك، بيبقى عندك خزينك بقى طول الشهر او طول شهرين على حسب ما انت يعني حابه. فدلوقتي هنبدا مع بعض كده يا جماعه الوصفه، يمكن اول مره هعملها بدري انه بدري، علشان احنا يعني زي ما انتم عارفين الجو برد والفرخ بيبقى عايز حاجه تدفي يعني يدفى معاكي ويكبر بسرعه معاكي ويبقى كويس. فاحنا معانا ايه النهارده اللي احنا هنعمله؟ ده يا جماعه العلف البادي اللي احنا هنا اهو، ده علف بادي اللي انتوا شايفين قدامكم دوت، ده اللي ان شاء الله اللي احنا هنعمل بيه الخلطه. اول حاجه انا هحط على الخلطه بتاعتي معلقه سكر، دي اول حاجه. بعد كده وهقول لكم ان شاء الله برضو يعني فوائد كل حاجه من الحاجات ديت. دي برضو معايا معلقه حبه البركه اهي، ده كده يا جماعه معايا دي معلقه الكركم انتوا شايفينها برضو اهي، تمام. هذا الوقت هقلب كل الكلام ده على بعضه، حبة البركة والكركم ومعلقة السكر. دي يا جماعة اول خلطة هعملها معاكم دي بداية الفراخ الجديدة دي. كده قلبنا العلف كويس، ده علف بدي يا جماعة عشان محدش يفكر ان انا غيرت ولا حاجة، ده علف بدي. بس اهم حاجة ما تستعمليش غير هو علف واحد بس من اول الدورة لاخر الدورة بس. احنا بقى بنغير من بادي النامي والكلام ده كله، بس هو نوع العلف يكون واحد. وهنبدا يا جماعه نحط دلوقتي العلف للفراخ. الاطباق من الخلطه ان شاء الله ساعه ما يخلصوا برده هنرجع نحطها لهم تاني، بس هنحطها لهم كده ياكلوا بقى دلوقتي منها اهي. كل الخلطات دي بقى يا جماعه دلوقتي احنا حطينا اهوت للفراخ تاكل، ما شاء الله كلها هتبدا تاكل، البط وكله السمان هياكل من نفس الخلطه ديت برده. الخلطه ديت بتعمل ايه او فوائدها ايه؟ اول حاجه يا جماعه الخلطات ديت فاتح شهيه، مطهر معوي، مقوم مناعه، كل الحاجات ديت اللي احنا عاملينها ديت، ده ما شاء الله بتخلي الفرخ معاكي ما شاء الله يوم يوجب معاكي بيومين، يعني بتكبر الفرخ بسرعه، بتحميه من اي امراض، بتقوي المناعه بتاعته، بتفتح الشهيه. ان شاء الله في خلطات تانيه جايه كتير يعني باذن الله، فوائدها ان شاء الله هتبقى كويسه جدا، هتخلي الفرخ معاكي يكبر بسرعه. فدلوقتي بقى اللي خلي بالكم يا جماعه اللي انا مش هحط حاجه في الميه، ليه؟ لان انا كنت جبت التحصين، كنت جبت التحصين وقلت لكم يا جماعه التحصين دوت هيقعد 5 ايام، فالنهارده ان شاء الله اخر يوم في التحصين انا هحط لهم النهارده. بعد كده باذن الله هنحط بقى حاجات في الميه، وان شاء الله كل يوم هبقى معاكم واصور معاكم عشان الناس اللي هي جايبه معايا وماشيه معايا تعرف احنا بنحط ايه بالظبط والفراخ بتبقى ماشيه ازاي. طول ما انت ماشيه بالطريقه ديت ما شاء الله الفراخ معاك هتبقى كويسه جدا، لا فرخ بقى هيتعب معاكي ولا فرخ هيكش ولا فرخ هيبرد. بس وده يا جماعه الميه بقى دلوقتي اللي احنا هنحطها للفراخ، وده التحصين زي ما قلت لكم، ده بيبقى سنتي، ده الفيتامينات سنتي على لتر ميه اهو، ده ان شاء الله اخر مره هنحط فيها لان ده هيبقى اخر يوم هنحط فيه، لان كده يعتبر خلاص التحصين بتاعه. وبنبدا دلوقتي بقى في الخلطات، ان شاء الله كل يوم هنعمل خلطه من شكل. المفروض نجيب قالب بقى طوب ولا حاجه نحط عليها الميه، بس ان شاء الله ما نلحق يعني هنجيب قالب طوب نحط عليه. وده يا جماعه كده خلاص حطينا الميه وحطينا الاكل. الدوره اللي فاتت كنا عملنا الخلطه اللي هي بتاعه النشا، لو انت لاحظت ان في اي اسهال خفيف في اي حاجه
ممكن تحطي معلقه النشا زي ما احنا حطيناها كده امبارح على الاكل. عندك اي مطهر معوي ممكن تحطيه، لو انت مش جايبه دواء استقبال زي كده او ما بتحطيش دواء خالص، لو في اي مطهر معوي ممكن تحطيه، لو في يعني نسبه اسهال بسيطه كده اللي هو بيبقى الاسهال الاصفر الخفيف دوت، تنهضي بقى بمعلقه النشا. كده خلصنا الفيديو بتاعنا يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش وبيشوف قناتنا لاول مره يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.